جبتي؟ انت كنت فين؟ انا فكرتك نايمه ما رضيتش اصحيك. مالك يا جليل؟ كنت فين يا اختي؟ كنت عند غفران. رحت له ليه؟ عشان زعل وجع قلبي ما هينش عليا كسرته. رحت عشان اقول له انا عملت كده ليه. وصدقك؟ مش مهم هو يصدقك، المهم انت تصدق نفسك يا اختي. اسمع يا جليل، انت اخترتي اللي يرضيك، وما تعذبيش روحك. انت اخترتي عشان ترتاحي مش تتعذبي. ارتاح؟ هتيجي منين الراحة يا ام علي؟ من عند الله يا بنتي. المهم وفران بعت الشنط دي فيها خلجاتك، الشنطتين السمر الكبار فيهم ذهب. عارف مشكلة جليلة ايه يا علي؟ ايه يا ام؟ ان قلبها مقسوم اتنين. انا هنزل يا ام. مش هتفطر؟ لا افطر انت يا رغدة عشان ما تتأخريش على مدرستك. مدرسة ايه؟ انا في اولى جامعة. كلية ايه؟ تجارة. طب يلا افطر عشان ما تتأخريش على محاضراتك. ما عنديش محاضرات النهاردة. طب افطر وتني القعدة مع امي ونسوا بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز اجيب لك حاجه معايا يا ابوي. انا هتجيب لي ايه معاك من المدرسه؟ كشكول. خد يا هات. خد ليك. خد يا بنت ليك. خد بالك من اختك. ما قلتليش عملت ايه مع بكر امبارح؟ ولا حاجه. برضك حساب بيه ما كلش حاجه؟ ولا كل ولا بيتكلم مع حد. هو في ايه يا ماري؟ في حاجات كتير يا حسنى. حاجات كتير اللي هي ايه؟ ما تفهمنا يا بيه. انت تحشرك انت يا بيه. خلاص ما تزعلش نفسك، هطلع اساله هو. ده ايه حرق الدم دي؟ ايه البت دي؟ دي لسانها طوله مترين. والله دي بت حلال وبتهلكني من الضحك. بتضحكك بس لسانها طوله مترين برضك.